homonyms. أول شيء homonyms هن ال words that are spelled and pronounced the same but have different meanings. ال homonyms هن الكلمات اللي بينكتبوا نفس الشيء وبينلفظوا نفس الشيء ولكن تختلف معنيتهم. For example, عنا bark. Bark اللي هي جذع الشجرة يلي بتأشر و bark as a verb هو نباح الكلب. Fine كلياتنا بنعرف انه fine يعني بخير. How are you? I'm fine, thanks. ولكن fine ايضا تجي بمعنى غرامة مالية اللي هي الشيء اللي بندفعه بس نحن نكون عم نخالف القانون. For example, I got a $50 fine for speeding. بمعنى تخالفت على $50 لاني كنت مأسرعة. Kind wa kind. كلياتنا بنعرف انه kind يعني شخص طيب. She's a kind person يعني هي شخص طيب. ولكن kind ايضا بتجي بمعنى type نوع. For example, what kind of fuel should I use for this car? What kind of fuel should I use for this car? بمعنى شو نوع الفيول يلي انا لازم استخدمه لهالسيارة. عنا spring was spring. كلياتنا بنعرف انه spring هو فصل الربيع ولكن spring ايضا هو الينبوع هو الارض يلي بينبع منها اذا بتكون مي اسمها spring ايضا يعني ينبوع. match وmatch. match اللي هي a game played بمعنى مثل match football match basketball وعندنا match ايضا بمعنى كبريت. وعنا أكثر كلمة الأشخاص بتضيع فيها هي كلمة mean. كلياتنا بنعرف إنه mean يعني يقصد أو حتى يعني. For example, what does this word mean in English؟ يعني شو يعني هذه الكلمة باللغة الإنجليزية؟ ولكن mean أيضا بتجي بمعنى لئيم. For example, he told me that I didn't look nice today. It was very mean. لكن mean تجي بمعنى يقصد أو يعني وأيضا بتجي بمعنى لئيم.